نحن اليوم في هذه الوقفة السلمية المطالبة بترسيم المتعاونين في الإعلام العمومي في الإذاعة وفي التلفزة وفي الوكالة. هذه القضية تفاقمت، نود من السلطات العليا خاصة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد شيخ قزواني تسوية وضعية هؤلاء المتعاونين، منحهم حق الترسيم. البعضهم تجاوز 16 سنة يخدم في هذه المؤسسات التعليمية، البعض قارب أن يصل إلى 20 سنة من الخدمة. الرواتب ما زالت ضعيفة جدا، نطالب بتحسين هذه الرواتب وتسوية وضعية هؤلاء المتعاونين، وهي وضعية أردناها أن تخرج للرأي العام وأن تكون موضوعة ساعة الآن من أجل تسوية هذه الوضعية وإنصاف آلاف الشابات والشباب العاملين في هذه المؤسسات العمومية، مؤسسات الدولة طبعا. ودي دار لأمن حندكو غام نياغادكو ويتي ريكريتمان وانو هند ما بور تيمير دي جوي ند إكو فاوي إنو واني بيشي ستون تلفزيون موريتاني دو أمن لغو ما بور هند دوبي نوغاس جوني وانا دوبي نوغاس والا كو باتي دوبي نوغاس أمن تون أمن لغو من غالا ريكريتمان من غالا كونترا من غالا هيدار نون واني نياغار أمن هند كو من نياغو توكو هندكو واني ريكريتيا دي والا فيون دو دي سيتياسيون دي بيشي ستون تاونا كام بيك مولي ligotobe hande tele sa jeewi hande woni journaliste djum woni technicien djum woni woni technicien djum wabe wonde fof ko pige studio djogi ligay tele fof hande fawi ko edo pige studio te mabor duubi noga hande wala duubi sappo joy e ko fawi ko pige studio tan djogi ligay dum non amin jidi recrutement o wara woni langue nationale woni arabo ha tenti non e langue nationale sabe ina ngakki ne fewi ne fewi ne fewi amin joxli recrutement onon ko dum wawi hande wadde situation djum pige studio fof sabe sa wadi recrutement sa dañi recrutement a dañi assurance médicale a dañi kala ko jidda e ngurnama مطالبين فخامة رئيس الجمهورية باكتتابنا داخل هذه المؤسسات، واحنا أمن كبير في برنامج تعهداتي كذلك الإنصاف. احنا اليوم مطالبين بالإنصاف داخل دولتنا، شمل الشباب اللي يخدموا واللي أعمار مفات اللي عنده 30 سنة واللي عنده 40 سنة يخدم المؤسسات، مطالبين بتأمين صحي واكتتابنا داخل هذه المؤسسات، وعن نشوفوا ذواتنا داخل دولتنا، ولانا قابلين على ان تخلق اي انجاز والله يخلق شيء يعود خارج انصاف المتعاونين داخل الاعلام العمومي، سواء نص اللي في التلفزه، سواء اللي في المطبعه، سواء اللي في الوكاله، سواء اللي في الاذاعه، لان انصافنا انصاف جماعي وانصاف مده خدمه البلد وطاتها زهره شبابه، اهم عند الانسان عمره وحياته، واحنا حياتنا فوتناها داخل المؤسسات، وارك مطالبين بفخامه رئيس الجمهوريه، ولانا مطالبين غير فخامه رئيس الجمهوريه بانصافنا واكتتابنا داخل المؤسسات، مع ان فم إيماءات على نيارة وضعيتنا تسوى، لكن إلى حد الساعة ما فات خلق فيها أي شيء.